يلا نبيل لموا الحاجات دي وطفوا الانوار واتكلوا على الله. ماشي يا باشا. ايه؟ معاك يا حق. وانا نسيت اقول لك بس انا هتجوزك. ايه؟ بقول لك هتجوزك، انت سمعتيني. انا اول مره اطلب من حد الطلب ده. مش هتجوزك وبس، انا هتجوزك واجيب منك عيال كمان. ولو فضلتي متنحلي كده هخلف منك دلوقتي. انت اتجننت صح؟ اتجننت. صعيدي بقى. مفيش حاجه يعني دلت انك صعيدي. وقت الغباء ما هتشوفي. وكمان هتتغبى. انا خايفه اللي اعمل لكم مشكله كبيره في البيت. انا برضو مش هرد الجميل بالطريقه دي. ايه الهري اللي انت بتهريه ده؟ جميل ايه وبيت ايه؟ انا بقول لك انا هتجوزك، تقولي لي بيت ومشكله؟ يلا يا ماما، يلا يلا. وابوك؟ ابوك مش هيوافق. مش من حقه. بقول لك قررت اتجوزك. ما انا كمان ما وافقتش لسه. مش مهم توافق، انا موافق. يلا.